بيكو في اعمال ايديا. كل سنه وانتم طيبين. هنتكلم النهارده عن ازاي اسعد اولادي في العيد، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي دايما بنكون عايزين نعملها لاولادنا. اول حاجه احنا نقعد مع بعض ونخطط هنعمل ايه في العيد ونروح فين وهنشوف مين من الاهل والصحاب بيتبسطوا جدا وبيكونوا مشتاقين للعيد ولمته الحلوه. بعد كده هنسالهم بقى تحبوا تعملوا ايه، ايه المكان اللي تحبوا تروحوه، طيب ايه الاكله اللي انتوا نفسكم تاكلوها. دي بتخليهم يحسوا ان العيد ده يعني انا هعمل كل حاجه نفسي فيها. كمان من الحاجات الحلوه قوي لبس العيد، نشتريه مع بعض او ننقي ايه الطقم الحلو اللي يليق على بعض، بتبقى جميله جدا. وكمان اكتر حاجه واهم حاجه بتكون حلوه قوي هي عاداتنا وتقاليدنا، ننزل نصلي العيد الصبح مع بعض مع العيله والصحاب. الولاد بيكونوا مبسوطين جدا، ننقي الهدوم ايه اللي هنلبسه، ويا سلام بقى لو كمان قعدنا نعمل البلالين وناخدها معانا. الاطفال كلهم بيتبسطوا قوي بحاجه زي دي. ومش هوصيكم على العيدية، عايزين نقدم لهم عيدية لذيذة بطريقة حلوة أو هدية تديهم إن العيد ده حاجة مميزة.